نائب محمد هايف تفضل. شكرا الأخ الرئيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه من والاه. المشكلة الرئيسية الأخ الرئيس اللي تطرقوا لها بعض الإخوة، وهي في الحقيقة مربط الفرس، ودائما الحكومة تتعذر أنها الوقت والوقت. كم قانون قدم في مجلس الأمة، وهذه تجارب مع الحكومة، لكن هذه القوانين بعضها 5 سنوات و6 سنوات لم تنفذ. قدم مجلس الأسرة في 2006 ولم ينفذ. قدم مشروع حماية المنافسة اللي أمس كنا نناقشه في 2007 ولم ينفذ حتى الآن. الشدادية، جامعة الشدادية ونفس الشيء. طيب إلى متى يقولون الوقت؟ أنا أقول إذا، وهذا الكلام للإخوة النواب، إذا لم يضمن القانون عقوبات رادعة للمتسبب في تأخير المشاريع فلن ينفذ أي مشروع. لذلك أنا أقترح أن يعاقب كل من يخل في عمله في عدم تنفيذ هذا القانون، ويوقف عن العمل مباشرة عند تجاوز الوقت المحدد وإحالته للقضاء، مع تحميل جميع الأضرار التي تحصل لجميع المستفيدين من هذا المشروع بسبب عدم إنجازه، وتشمل العقوبة كل من الوزير والوكيل والوكيل المساعد والمدير المختص ومن له صلة في تأخير هذا المشروع. بهذا القانون فعلا نضمن أن هناك قوانين تنفذ. أما أن تضحك علينا الحكومة كل شيء والله الوقت الوقت، ويسرق اللي يسرق، ويبوق اللي يبوق، ويتساهل اللي يتساهل، وبعدين نجي في النهاية يقول 2010 2020 2030، هذا كلام غير منطقي وغير معقول. يجب أن يضمن أي قانون منه وصاعد عقوبات رادعة. الحكومة، نحن ما حد حجر الحكومة تبدي رأيها في القانون، لكن إذا صوتت على القانون تتحمل تبعات هذا القانون والالتزام في هذا القانون. شكرا لك رئيس. شكرا لك محمد هايف.